داخل على الخيمه اهو. كابتن خطيب كان ريح شويه ورجع هيحضر الاعلان بقى. هي دي لحظه الحب الحقيقه يعني. بسم الله بسم الله بسم الله يا استاذ عظيم. واضح انه السيد المستشار رئيس اللجنه احمد وحيد عوض بيستعد لاعلان النتيجه. فالكابتن رجع كان مريح في النادي شويه. والله لحظه يستحقها الكابتن خطيب بجد يعني، يعني لحظه الحب الحقيقي بجد. بيجتهد وبيتعب وبيركز وبيفكر بيعبر عن قيمه الاهلي. دي النقطه المهمه يا جماعه. شخصيه النادي الاهلي وادب الاهلي وكبرياء الاهلي وترفع النادي الاهلي هتلاقوه مجسده في هذا الرجل بجد يعني. يعني رجل بقيمه الاهلي بكل معاني الكلمه. من الاخر اتعلم حاجه من النادي الاهلي بالظبط، وكان حريص انه يتمسك بيها وينقلها للي بعدين. ويقول لك يقول لك انا اهم حاجه عندي النادي الاهلي. يتعب ويشقى ويتضايق ويفرح ويسعد ويحزن فقط للنادي الاهلي. في لحظه يستحقها الكابتن خطيب بجد انه يلاقي حواليه كل هذه الثقه وكل هذا الحب. الناس اللي جت النهارده يا جماعه جزء كبير جدا مستجيب منهم لان الكابتن خطيب قال لهم الاهلي محتاجكم. ده خالد عبد القادر اهو شايفه؟ طبعا اللي لابس الاحمر ده، اللي لابس الاحمر في ظهر الكابتن خطيب. ده الاستاذ خالد عبد القادر يا جماعه اللي تنازل بنفسه وتنازل. وده المهندس خالد مرتجي وهو يعني ممتن بالثقه الكبيره اللي الكابتن خطيب اديها له. والاستاذ العمري مع المهندس خالد والغزاوي الخطيب مع الغزاوي. ده حماه فعلا. طب ما خدتش بالك من الحته دي؟ دول مين؟ اعضاء النادي الاهلي اعضاء الجمعيه بيقولوا ايه؟ جمهور ده حماه. جمهور ده حماه عشان هم حاسين انهم جزء من الجمهور. صحيح صحيح. شوف خالد العوض اهو. قابلته الصبح برضو. قابلت انا المهندس ايهاب الهيطه، باركت له على نجاحه نائب رئيس الجزيره. انا شفت ايهاب هو ايه وجاي في الاوتوبيس وكان ماشي داخل على النادي الاهلي. هو وزوجته واولاده. دايما معاه الاهلي فوق. نائب رئيس، عايزين نبارك برضو لشريف سيف النصر رئيس النادي. شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيره. نائب الرئيس صحيح في نادي الجزيره. نادي الجزيره دايما مع النادي الاهلي في تلاحم وفي يعني عناصر كثيره مشتركه. هم كلهم أهلاوية. صحيح. دي لحظة ثقة يا جماعة تأشعر إحساس كل واحد أهلاوي بجد. ونشوف العدد اللي موجود في الخيمة. يعني إحنا بنتكلم الساعة 2 إلا تلت. بصوا الأستاذ خالد عبد القادر يعني واحد غيره هيقعد بقى وخلاص. حضر الصبح وبتاع ده موجود يا جماعه من الساعه 11 الصبح. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، هذا الالتفاف وهذه الثقه وهذا الحب يديك انت بقى طاقه. أيوة. كابتن الخطيب بيستمدها بالظبط مهما كان تعبان. قوه القرار اللي جاي يشعر بالمسؤوليه بالزبط. ويشعر بان عنده دفعه. طبعا الخيمه 100% كلها اهلاويه. طبعا طلع الكابتن الخطيب بيشكر الساده القضاه الاجلاء
اللي اشرفوا على العمليه الانتخابيه وكل الساده اعضاء الجهه الاداريه اللي اشرفوا على العمليه الانتخابيه من بدايتها. الإنسان يحصد ثمن الإخلاص يا أستاذ إبراهيم. صحيح صحيح، ده ثمن الحب والإخلاص والانتماء والأدب والأخلاق والكبرياء اللي حافظ عليه كابتن محمود الخطيب على كبرياء الأهلي وشخصية الأهلي يا جماعة في الأربع سنين من التفاصيل تشعر كل واحد أهلاوي بالتقدير الكبير جدا جدا لهذا الرجل ومجلس إدارته. يعني من كل التفاصيل اللي حصلت تخلي كل أهلاوي فعلا ممتن باللي حصل ومقدر اللي حصل وحاسس بقد إيه أدب الكابتن محمود الخطيب.